السائل يسأل يقول: زوجتي تعمل في شركة والشركة تجري قرعة لاختيار مجموعة من الموظفين للذهاب للحج وتتحمل الشركة تكاليف الرحلة، وزوجتي من المجموعة التي تم اختيارها، وللعلم أنا ذاهب معها للحج، ولكن سوف أتحمل نفقة الرحلة بالكامل عن نفسي، وسبق أن ذهبت للحج من قبل، والسؤال هو: هل يكتسب لزوجتي الفريضة ويسقط عنها تأدية ركن الحج البيت لأنها لم تتحمل تكاليف الرحلة، أم يجب أن تتحمل الرحلة من نفقاتها ومالها الخاص حتى تسقط عنها الفريضة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. الحج سواء يعني أداها الإنسان بنفقة منه خاصة بكسبه أو أنها كسب من غيره، كان يكون أهل له مال أو حتى تصدق له، كان فقير وتصدق هو حج من هذه الصدقة، أو أنه يعني نوع من العمل كهذا الذي تفعله بعض يعني الشركات وكذا، تعمل قرعة لبعض الناس و ترسلهم من الحج، كل هذا جائز، وهذا إذا كان فريضة تسقط الفريضة ولها أجر الحج، لأن هذا المال جاءه بطريق مشروع، يعني أي مال بطريق مشروع كسبه الإنسان بطريق مشروع له أن يحج به، سواء كسبه من كسبه هو أو من كسب غيره، صدقة منه أو هدية منه، أو قال له تعالى أحملك معي أنا رايح مثلا بسيارتي أو بدابتي أخذك معي للحج، ولم يجعله يتحمل نفقة، كل هذا ما دام هو نفقة مشروعة وطريق كسب يعني حلال فيجوز، لكن هو الذي ممكن أن يفسد حجه من كانت نفقته حرام، يعني واحد عنده مال ربوي، واحد بايع كذا بيع حرام وراح حج فيه، قد لا يقبل حجه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قال النبي: هم أكلوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ فالذي يخاف عليه في الحج هو الذي يحج بمال حرام غير مشروع، هذا ممكن ان لا يقبل حجه، وانما الذي يقبل حجه ان شاء الله هو الذي يحج من نفقه حلال مشروعه.